عدد أشكال وإعداد المقروض في مختلف المدن التونسية، غير أن أكثرها جودة وإتقانا المقروض القيرواني، حلويات توارثت سر أعدادها الأجيال لتتخطى شهرتها حدود البلاد. فمش مرة نتعداو من القروان ما نشوش منها المقروض، خاطر هي ذيك سيمة تميز القروان وإحنا نحبوه برشا، حاجة بنينة، حاجة حلوة وحاجة نظيفة ومن سيمات القروان. الأكثرية التوانسة هما اللي مغرومين بالمقروض، أما حتى الأجانب معناها يراوها تراديسيون معروفة على تونس، دونك تعجبهم على الأخر. ديما كل نجي نهبط نشري المقروض في المقروض ديما. واجه البربر قديما عاما أجدبا، فخلطوا الدقيق والتمر بالزيت وابتكروا طبقا أفطروا عليه، ثم عملوا على تطويره حتى أصبح حلويات المقروض، وهي أشهر حلويات تختص بها القيروان دون غيرها من المدن. لمعرفة المقروض وطريقة إعداده تابعونا في هذه الجولة. تلقاش دار في القرون ما فيهاش مقروض، معناها لانه هذاك حاجه من الاساسيات نتاعنا، استعملوه في فطور الصباح، استعملوه في القعدات، في العشويات، في الافراح، في المسرات، في كل شيء موجود، المقروض ديما موجود في كل دار قرويه معناها. السر نتاعنا الوحيد هي محبتنا لصنعتنا، محبتنا للموروث التراثي هذايا اللي خلوه لنا جديدنا قبل وطورناه احنا بشويه بشويه، كان مثلا قبل موجود العادي، زياد اللوز، زياد القمح، زياد مخالة، ولا عندنا مقروض زيت زيتونة، ولا عندنا مقروض شعير. عندنا المولد وعندنا رمضان، هو معناه من أكثر المناسبات معناها اللي يكون فيها نسبة معناها البيوع تكون أكثر، فهمت؟ وفي سائل الأيام عندنا في العطل زيادة بحكم الناس قاعدة معناها تتنقل، يبدأ من العاصمة يهبط الجنوب ولا من الجنوب يمشي العاصمة. أيمن شتارة، تونس، الميادين.